هذا وتشهد العلاقات الاقتصاديه المصريه الاذريه مزيدا من التوثيق والقوه عكس ذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين. ومع مرور 30 عاما من العلاقات المصريه الاذريه يستمر دعم العلاقات التجاريه ما بين القاهره وباكو بما يعزز الروابط الاقتصاديه ما بين البلدين. العلاقات الاقتصاديه المصريه الاذربيجانيه تشهد مزيدا من التوثيق والقوه ترجمه للعلاقات الاخويه القويه التي تربط القياده السياسيه بالدولتين بما ينعكس ايجابيا لصالح الشعبين التعاون المشترك بين البلدين يشمل العديد من القطاعات الاقتصاديه ما يخلق الفرص الاستثماريه في مجالات عده منها البترول الغاز الطاقه الخضراء في مصر اضافه الى امكانيه تبادل الخبرات بين الجانبين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واذربيجان 42.4 مليون دولار في عام 2021، و4.1 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وفي العام الماضي تم اغتنام العلاقات السياسية القوية بين مصر واذربيجان. لتنعكس في التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بين البلدين حيث ظهرت في نتائج اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك الذي تم تنظيمه في إطار فعاليتها ما نتج عن الدورة الخامسة من اللجنة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني توقيع خمس وثائق تعاون بالعديد من القطاعات ومع مرور ثلاثين عاماً من العلاقات المصرية الأذربيجانية والتي تعتبر مثاليه وتحتذى في العلاقات الدوليه يستمر الدعم للعلاقات التجاريه بين القاهره وباكو ما يعزز الروابط الاقتصاديه بين البلدين